السلام عليكم بعلام بالعربي، معكم نزيدوا في الموضوع تاع هل العرب هما اللي منعوا كلمة أمازيغ، ولا حنا نرجعوا لهونوتو اللي هو الخبير أول خبير في متخصص في اللغة البربرية، كتب زوج اثنين من الكتب ويتكلم عليهم، واحدة في اللغة البربرية بصفة عامة، واحدة بالقبيلية. نبدأ باللي كنا فيه في اللغة الأمازيغية اللي يسموها البربرية، سمحوا لي مش الأمازيغية، بربرية. هو شرح يقول باللي يقول هيرودوت أبليك على دينوميناسيون دو ليبي أ توت لافريك سيتونتريونال، كاع الشمال الإفريقي كان مسمينه ليبيا، ويقول فيها أون نو بارلي كون سول إي ميم لونغ. وحقيقة لما تقرأوا في شو اسمهم تاع باش نعرفوا هذه، لازم نروحوا للكتاب تاع هذا تاع رانا مازال في هونتو، ويقول لهم بلي هيرودوت شقال هاوينا استغفر الله سانت اوغستان شراه يقول، قلنا هيرودوت شراه يقول، هيرودوت يكلمهم باللي كل هذه بلاد واحدة وقوم واحد، وما قال لهمش باللي أمازيغ. والثاني لازم نروحوا لسانت أوغستان، سانت أوغستان شراه يقول لهم اون افريك، هذه اللاتينية في افريقيا فيه كتير من البربر، هما ما عرفوش يترجموا كلمة بارباراس باللاتينية وترجموها الا يعني بربر، هي لا بربر ومشي كلمة طايحة، فيه كتير من البربر يتكلمون، عارفوهم يتكلموا بلغة واحدة لينغوا بلوريماس نوريموس جانت، هادو الأقوام البربر إن أونا لينغوا بريما نوريموس، نعرفوهم يتكلموا بلغة واحدة. احنا رانا من الآن فهمنا بلي فيه شمال إفريقيا حتى قبل العرب وقبل الفاندال، هذه قبل الفاندال فيهم تقريبا قوم واحد ويتكلموا لغه واحده، رانا متفاهمين، مش انا اللي قلتها، سانت أوغستان راه يقول فيها، احنا رانا في القرن الرابع، خلاص متفاهمين على هذه. الان اللغه هذه اللي راه يتكلم عليها، ما تنساوش باللي هيرودوت لما يتكلم تقدروا تقراوها هنا، اوغستينو في بوزيشن كونسيل دو لاست ميجر، هو اللي محتبر باللي اخر كاتب في الفينيقيه، هو يتكلم كان هو من اواخر الناس اللي كانوا يتكلموا الفينيقية، ومن معظم مصادر لاخر اللغة الفينيقية من عنده هو، المرجعية تاعو والمصادر من عنده هو، على حسبه هو الفينيقية كانت ستيل مستعملة في شمال افريقيا في القرن الخامس بعد ما طاحت سقوط قرطاجين ياخذوها الفاندال. هو شا قلنا باللي المعادل نعاود نطلعوه دروك، لازم ندير نيكواسيون، قلنا باللي فيه لغه واحده، قال لهم باللي كان اللغه واحده تتكلم، واللغه هي الفينيقيه، رانا متفاهمين معها، ما كانش لغه اخرى من غير الفينيقيه، صح؟ اون ان ذا بوبليك باي يو، واحد مره كتبوا شو اسمه شخص اخر كتب له وبدا يتمسخر على الفينيقيه، رد عليه احنا تقدر قراها، if the phoenic language is directed by you، قال له كيف انت ترد الفينيقيه، كي شو طيح له، قال له راك تطيحها بنفسك، قال له باللي فيه الفقهاء كتير وفيها وحافظنا على هذه اللغه وفيه كتب books written باللغه الفينيقيه، راكم تشوفوا فيها phoenic tongue، ناي هذه انجليزيه قديمه، لا لازم تحشم على روحك، استحي بنفسك، انت يعني مولود في هذا البلد، وهي المهد لهذه اللغه اللي هي لازالها حيه. احنا رانا نتكلموا على اللغه اللي هو يتكلم عليها الفينيقيه، متفاهمين؟ اوكي. الان نزيدو نتكلموا، راهينا لازلنا في نفس الموضوع هنا، باللي راه مع واحد من كسموه كاهن، راه يتكلم مع كاهن father of the church، رد عليه، شفناها هذه. الان
شنو نقول؟ نقول بلي الفينيقية كانت مستعملة كتير في كما نقولوا احنا في الحالات العبادات، في العبادات الشيء يقول كانت محفوظين عليها. أوغستين أوف هيبو يعني القسيس أوغستس هو معروف أنه كان من آخر خبراء ومتخصصين في هذه اللغة، ونعودها باللي هي اللي منه هو اللي وصلوا لنا من آخر معلومة على هذه اللغة. هو كان يتكلم باللي كل في شمال إفريقيا كان يتكلم له هذه اللغة. على حسابه هو الفينيقية كانت لازالها مستعملة في 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 قرطاج. احنا خلاص نفس المعلومة. احنا الان احنا شا قلنا باللي لما كيسموهم احنا تقدر تشوفوا the Byzantine army at war the Vandal war، هذه يعني الجيش البيزنطيني الرومي لما كان في حرب ضد الفاندال. كانت الكتاب هذا ما نقدرش نجبد كل مره الصفحه امامكم شرهم. يقولوا باللي اللي هذا بيليزاريو كان اخر جنرال هو اللي حطم الفاندال. الفاندال ما خرجوش الفاندال، بقاو في الجزائر. وش يقولوا باللي الشعب اللي كان عايش في الجزائر هو رومانو African population، أفريقا هما عندهم البربر والرومان بقوا، ونزيدوا بالإضافة الآن نزيدوا عليهم شو اسمهم الفاندال. الفاندال كانوا أكثر بال 50% تاع السكان تاع شمال إفريقيا. الآن عاودوا نرجعوا للكتاب تاعنا تاع هانوتو. هانوتو هو شيء يحكي يقول لهم باللي الحروف كان حنا راهم يقولوا حنا هوكسون الوغ فيس كونسول دي زيتازوني، كان كيما نقولوا حنا هو اللي كان يمثل الامريكا كيما نقولوا حنا السفير الامريكيه تحت السفير الامريكي في الجزائر. هذه قبل سنه قبل الغزو الفرنسي. يقول لهم باللي شي لي انديجين دو تيريتوار دو بوجي، حنا راهنا في بجايه، يا سيت اوكازيون لابروشا دو بربير سيرتين دينومينياسيون امبلويي شي لي انسيان ايجيبسيان. المصريين القدماء كانوا يستعملوا نفس العبارات مع البربر. خلاص متفاهمين على هذه، وحنا قلنا باللي لغه واحده. احنا راه يتكلم على التوارق، هذا الكتاب هذا على التوارق. يقول لهم باللي تهم نساء الترقيه، يقول لهم باللي كانوا يعملوا الزينه ها قدامكم. يعني الفرنسيين هما يبقوا الفرنسيين، يعني يتخيلوا اشياء اللي حتى واحد ما يقدر يفهمها. هذو اللي راهم يقطصوا المراجع الفرنسيه. En 1822, le docteur Ogni se rendant de Bourzurk, l'ancien pays des Garamantes, dans l'oasis du Hérodote, du Gat, remarquant divers endroits des caractères. Il a dit que c'est la première fois que les gens ont fait le tour de la Phénicie, sur les rochers, comme ces caractères n'avaient pas encore été signalés. On ne suit pas d'abord à quoi il fallait les rapporter, mais une partie de ces inscriptions lui avait été expliquée par les indigènes. يعني هما لازالهم يسمونا les indigènes، هما اللي فهموهم على هذه الحروف. Il reconnut que ceci avait concurremment avec l'arabe une écriture particulière à leur usage. Mais tu vois, je l'aurai l'arabien. Si 1845, le lieutenant-colonel Talmouchet Boissonnet كان أنا ذاك مدير على les affaires المكتب العربي. Les affaires arabes, tu as les indigènes, on a mazali des indigènes, faire centena, sma, nous fait les حروف, مسمينهم تيفيناك, tu vois bien, تيفيناك, était employé chez les habitants de l'oasis de Touat sur les frontières de l'Empire du Maroc. Mais on a oulu fitel, كل شيء رانا في الصحراء ورانا في المغرب. Les frontières de l'Empire du Maroc في الصحراء. 12 lettres, 12 من الحروف, لا أكثر لا أقل. 12 lettres de l'alphabet tifinagh lui avaient été communiquées. Elles se trouvèrent d'accord avec d'accord ce qui avait été dessiné par Oudney. شرهم يقولوا قولوا باللي في ليبيا في الحدود الجزائرية مع ليبيا صبنا الحروف يتشبهوا على الحدود بين الجزائر والمغرب، بس في الشمال، كل شيء في الشمال. الآن هما شغلوا دو سي كاركتير توارق كون أبل تيفيناغ. التوارق فقط هما اللي استعملوهم، الشمال ما يستعملهمش، مش العرب اللي حبسوهم ولا سي كاركتير توارق كون ابل تيفينير. راكم تشوفوا فيها هنا هما اللي مسمينها التوارق مسمينها تيفينير. شتا هو تيفينير؟ تيفينير ها هو مينا تيفينير هو
الفينيقية، هذا ما كان أكنزيبو. بس نطلع لكم أنا من الويكيبيديا باش تشوفوها. التيفينيق ها هوينا قدامكم، مبني على الأبجاد والأبجاد العربية، هذا ما كان. هما شراهم باغي يقولوا كل شيء تركبوه نفوسهم، كل شيء رجعوه نفوسهم، يقولوا باللي فرنسي استغفر الله، هذا انجليزي ولا. ومن 1990 بيتر تي دانييلز هو اللي خرج هذا الكسم وهذا اللفظ هذا تاع تيفينيق. التيفينيق موجودين منذ الايام الفينيقيين، هاكم تشوفوا فيها. This contrasts with the true alphabet, which provide glyphs for both consonants and vowels. The term was introduced. هما لفظ هذا هما اللي باش نخليكم تشوفوه وقراوها. هما مرجعين كلش نفوسهم باللي احنا الدور تاعنا فوق الارض غير ما عندوش معنى. هما اللي يجوا يقولوا لنا كيف احنا عايشين، احنا اصحاب الارض، هما اللي يجوا يقرون على نفوسنا. الان شو قلنا؟ قلنا الابجاد خارج باللغه العربيه راح قدامكم، وقلنا التيفينيق مبني على الأبجد العربي. كيف بدلوه؟ هاكم نشوفوا كيف بدلوه. التيفينيق هو التي، هاكم تشوفوها التي تاع لو بريفيكس فيمينا، هذا ما كان، ما عندهاش هامينا، ما عندهاش حاجه واحده اخرى. لو تي هو سلو بريفيكس اللي يجي امام اللي يجي امام الاخر، سلو بريفيكس فيمينا، هذا ما كان. بدلا من نقولوا فينيقيا نقولوا تيفينيق، والتي عند البربر كان لو بريفيكس فيمينا. ها هو سيميتيك لانجويج، هذا ما كان. سمحوا لي انا ما نحضرش عليها، خاطر راني نتخلط في بعض الصورات، ما نحضرش، مانيش انا هادو المعلومات راني نعرفهم ملي كنت في الثانوي في 88 باك ماتيلام 88، قرأت الكتاب تاع كيسموه تاع محمد الشاوي. وحنا الجزائريين ما عندناش أهمية بالخبراء والمتخصصين تاعنا، نبغوا يجوا من الخارج يقولوا لنا هذه المعلومات كاع راه مكتوبين في، هو كتب الكتاب في 86 صح، دون اكسيسيون ليبي كي اتي سيني دوبي بلو دو 2 سيكل. راكم تشوفوا هذا الكاتب عنده 2 قرون باللي كان موجود هنا. دون انسكريبسيون بونيك يعني فينيقيه موجوده في 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 كارتاج. ها حنا ش قالوا راهم يقولوا اون نوفيل بروف دو ليدنتيتي دو بربير افيك لونسيان ليبيك، تشبه وباللي نقدروا نساوا بين التاو بين شو اسمه لي زيدنتيتير، اون اي جامي ايدنتيتي ايدنتيك كما قال لهم. ليدنتيتي دو بربير افيك لونسيان ليبيك، هذا ما كان. والليبيك فينيقيه، هذا ما كان. نزيدو نكملو، حنا راهم مشروع في ابن خلدون، شرهم يقولوا بلي المعلومات اللي عطاها ابن خلدون ما عندهمش دور، ومام طون ترافاي ان تابلو دي زوريجين دي بربير كونسيديري سو لي رابور ايتنوغرافيك فيلوزوفيك اي هيستوريك. هما ابن خلدون ما يعجبهمش. دوتر كوتي ان كابيتان دو جيني ان سامبل كابيتان يعني هانتو اتاشو بيرو عرب دالجير ريديج ان غرامير دو لونغاج دي بوبولاسيون دو جورجورا او سود دالجير. هادي كلشي داروه مع فرنسا، كنشوفوا علاه فرنسا متهمه بالاهميه كبيره في هذا الموضوع. نزيدو نكملوا هنا. Depuis le commencement du siècle, les savants d'Europe, الخبراء والعلماء الأوروبيين، غير هما، العلم حبس عندهم هما، أنتوما البربر اللي مسمي رواحكم كما تبغوا تسموا، سموا رواحكم لي مارسيان، والله ما على بالي، أنتوما ليهم هما كل حيوان، راهم كما راهم يشوفوا فيكم كي راهم يديروا فصحة على حيوان، هذا ما راهم يشوفوا فيكم. أكون نعطيكم المعلومة كي نكمل على ماهمش كاع حاسبينكم باللي بني آدم. سون سي دو ديبروي لي زوريجين، ما عندكمش اصلا. هما راهم يقولوا هنا، راهم يقولوا باللي كيزون اسيي دو ديبروي لي زوريجين بربير سو سون اون جينيرال تري بريسي دو كونكلور دو بارتيكولي او جينيرال. هما يقولوا باللي مع البربر ما عندهمش اصل، هما يقولوها ماشي انا، هما راهم يقولوها. هاكم نزيد الفصل الثالث.